نشدت الناس عني وانا حي اي نشدت الناس عني وانا حي عايش وانا موجود قدام عينك ما ادري اليا من مت تذكرني بشي ولا بتنساني بقايا سنينك احب الرفيق اللي على الطيب دايم حي خوي على درب المراجل خاويني وانا له خوي لا دعاني ماني بشوية من ثارة الهيجة القاني لهم عيني يا من ثارة الهيجة القاني لهم عيني على الخير يا الأصحاب حنا نبي حركات عصا جديدة وحركات ارحم ارحم يا حي قلبك يا مرحبا يا الغالي الحي يا الغالي هل فضلت مرحبا مرحبا والله بخير عندك الله تسلم كريم كريم هذا سرقول انا قاعد في الساعه الباب بكره على الساعه والله شايفكم كلكم جعني والله مبكيكم لبيه يا رب قلبك والله نشتقت لكم والله العظيم تدري تمنينا بس الحق خلينا واحد يخش في الاسلام خذ اجر والله فرحنا بس خلصت الله يجزاكم خير خوينا حق الاسلام تسلم ما شاء الله الله يكتب اجركم والله يكتب اجركم والله نشوف عشان ما يرد يغير والله العظيم اصبر طيب خلى على الاسلام قلبك 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 الله يبقيك سلام الله ولا ولا بتغير بالنظاره يا ولد كيف الحال ايش الحال صح كيف الحال غمدان لبيه جديد هذه هذا الشنه يا ولد قلبك 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 يا الله يا الله يا أحب الرمي قال لي على الطيب دايم حي خوي على درب المراجل يا خوي وانا لا خوي الا دعاني ماني بشوي السلام عليكم الله يبقيك الله انت حي ارحب ارحب قلبك الله كيف الحال عساك طيب وشلونك كيف الحال عساك طيب وشلونك كيف حالك عساك طيب وشلونك يا مرحبا والله ما اسال شلون لحقت عليك يا شيخ والله نبغى الحق عليك يا مرحبا كنت امشي لكن الاخوان عاد لزموا كيف الحال عساك طيب كيف الحال عساك طيب شو اخبارك كيف الحال لبيه الله يحييك يا هلا كيف حالك السلام وش ابو غنى لبيه ندور ابو غنى اتصال أبو الله يحفظه ويجيد اللغة الإنجليزية جزاه الله خير الله يسددك وعنا والله نشوف برامجك جزاك الله خير وحرصك على حقيقة